اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيبين، وربنا يا رب ما طلعنا عاده ولا حرمكم مني ولا حرم منكم، وربنا يا رب ضرع فينا الخير وابعدنا يا رب عن عزيت الغير، وكتر يا رب من اللايك والشير. هاي سبونج، اني جائع. وماذا افعل لك؟ اريد ان اكل. حسنا، سوف اصنع لك بعض البرجر. مشاهدينا الكرام، متابعين في كل مكان، يوسف سيف يحييكم من أرضية الملعب. اليوم المباراة ما بين فريق الحكام وفريق المقدمين، وننتقل للزميل يعني عصام الشوالي. إذن هذه كورة ينطلق فيها ميسي، ميسي للساحر الأرجنتيني، ينطلق في محاولة، ينطلق محاولة، لعب الكورة عالة، تسديدة قوية، ولكن لا، ريا براشد حاضرة في المكان. العميد علي الجابر يريد التغيير، الخروج لميسي والدخول إلى أحمد حلمي البرنس. الكلمة لك حفيظ دراجي. يا إلهي، حذاري من البرنس أحمد حلمي في محاولة يبحث رفقه، يحاول تسديدة هذه قوية، تسديدة با 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 ونتقل إلى الزميل فارس عوض. كريستيانو رونالدو إلى قصي، قصي السلام في محاولة، ينطلق سريع، يلعب الكرة عالية طويلة، إلى من؟ الكرة عند وائل منصور بالراس، يا السلام، نجوى يا رباه. فيما مضى كان الدب البني يسيطر وحده على براري اليوستون الشاسعة. لم يكن آنذاك أي من المخلوقات يوازي الدب القوي حجما وقوة، ولا أحد يجرؤ على تحديه. محمد رمضان في أحداث جديدة من مسلسل الأسطورة بعد قليل. 25 سنة، رمضان يجمعنا. واللي يضيع صم الفرق ما بين الرجل والمرأة غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. وإيه لازمتها الدخلة دي؟ ارفعي يا تسوي. وأنا جاي في دخلة برضه يا حمك، أنا جاي في دخلة وحيشهد عليها أبوه. مش أنا قلت اللي أقوله في سيخ آخره رنجة؟ أنا حابة أوصل رسالة لكل الفانزات ملوتي وكل اللي يحبون حليمة بولند في كل العالم، أبيكم تصوتون على الرقم 24، لأني وايد 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 حبيته، وانتو بعد لازم تحبونه. وهيّا